السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين في الفقرة الثانية من فقرات اليوم المفتوح على قناة الصحة والجمال. اتكلمنا في الفقرة الأولى عن المرأة المسلمة وإزاي المرأة المسلمة تثبت على الطاعة، وكان معانا الداعية رباب عبد الله. في الفقرة الثانية معايا الدكتور محمد سعيد، صيدلي، طبيب صيدلي، وهنتكلم معاه عن الصيدليات ودورها وإزاي بتتعامل مع الجمهور في موضوع الكمامات والكحولات. ولكن قبل ما نتكلم في الكمامة والكحول، كنت بتناقش مع الدكتور محمد سعيد فبيقول لي ان بعض الناس لغاية دلوقتي مش مصدقة ان في كورونا. ازاي بعض الناس مش مصدقة ان في كورونا وواخدين الموضوع ببساطة قوي؟ ده اللي هنحاول نبتدي معاه الحوار فيه. دكتور محمد سعيد اهلا بيك، وكل سنة وحضرتك طيب. شكر جدا على استضافة حضرتك النهارده. ربنا يخليك، ربنا يخليك دكتور. وانا بتناقش معاك كده في الفاصل بنتكلم، بتقول لي ان بعض الناس مش مدركه ان في كورونا، ده وصل لكم ازاي يعني؟ طبعا زي ما يعني كنا بنتكلم، فعلا سؤال حضرتك ده مهم جدا. بعض الناس مش مدركه ان في كورونا. لغايه النهارده في بعض الناس او في بعض المواطنين شايفين بيسال بعض وهو في كورونا. الناس دي للاسف او الناس اللي مش متخيله ان في كورونا بينقسموا لثلاث اقسام. قسم منهم هو بالفعل فاهم ان في مرض او في كورونا، بس طريقته في استيعاب الموقف او حل المشاكل في ان هو دايما الهروب من الواقع، متأخرة شوية فان هو مش عايز يصدق ده او مش عايز يشوف ده. دايما الناس دي للاسف ما بتصدقش الا لما بتشوف الحاجه بعينيها، وده خطر جدا، لان انت بتتعامل مع فيروس او الكوفيد 19 او زي ما بيقولوا عليه الكورونا. هو مشكلته القويه جدا في انتشاره السريع. ففكره الوقت او ان انت تدي يعني تاخد وقت كبير جدا عبارة ما تستوعب ان في مرض وان في فيروس وان ده بينتشر وان ده ممكن يؤذي الناس، ده ممكن يساعد على الانتشار فتره طويله جدا ويؤذي ناس كتيره جدا. الجزء الثاني ايا كان بقى، وده انا يمكن من خلال حضرتك بنشد الناس بيه ونشد المواطنين بيه، ايا كان ايه هو سبب الكورونا، مش هو ده المشكله. يعني بعض الناس ذهبت او راحت لنظريه المؤامره وان ده فيروس مخلق او معمول علشان حاجه سياسيه او حاجه اقتصاديه بين دول عظمى يعني بحته. وبعض الناس راحت للفكره الثانيه بتاع الغازات البيولوجيه والغازات السامه، وده تسرب غازي واشعاعي. وبعض الناس راحت الاقاويل كثيره يعني الفكره كلها ان مهما كان ايه السبب، مش هو ده اللي هيشغلني انا كمواطن او كانسان. يعني في جهات عليا وفي جهات رقابيه وفي جهات رقابيه هم المسؤوله عن الحاجات دي كلها. انا كمواطن كل اللي بيحصل ده ما يعني مش هيفيدني، لا يعنيني بشيء. لكن اللي يعنيني هو حاجه مهمه جدا، ان في فيروس اسمه كورونا فيروس او الكوفيد 19 موجود على ارض الواقع. الفيروس ده حول العالم قاتل وادى الى نسبه وفيات. اي نعم نسبه الوفيات بتقارن من 4-6% مقارنه بامراض تانية. بس المشكله كلها ان حتى هذه اللحظه احنا بالنسبه للفيروس داون ليس لدينا لقاح او مصل معين او دواء معين، ادويه معينه تم التجارب السريريه عليها واخذت موافقه منظمه الصحه او منظمه الدواء والغذاء الامريكيه علشان نقدر نعالج. فكل اللي بيحصل حتى هذه اللحظه هي مجرد اجتهادات. وخلينا نقول ان انت في الاخر بيعتمد الفيروس دون على ايه. يعني خلينا نقول ان في الاول في بدايه ظهور الفيروس اتكلمنا وقلنا كانت منظمه الصحه العالميه كانت بتتكلم على 12 بند بيتكلموا ان هذا الفيروس ما بينتقلش عبر الهواء، هذا الفيروس بيموت بالحراره، هذا الفيروس في بعض الادويه زي بالمواد الفعاله هيدروكسيكلونين ادويه فعاله ليه. النهارده بعد مرور اكتر من 6 شهور الكلام كله بيتغير، لان ده مش عيب في منظمه الصحه. احنا يا جماعه احنا قدام حدث او فيروس جديد ما زالت التجارب لسه شغاله عليه، سواء كان على المرضى بالنسبه للمريض والاعراض اللي هي بتجرى على المرضى او بالنسبه للادويه اللي هي بتعالج. كل ده يعني احنا ما نقدرش نقول ان في ادويه فعاله الا اذا ثبت بالدراسات والابحاث. طيب في نقطه بس لفتت نظري بالنسبه لمنظمه الصحه العالميه، ان هناك بعض الدول الكبرى ابتدت تهاجم منظمه الصحه العالميه في
علاجها للمرض او ان هي الموقف نفسه ازاي تبنته وازاي بتعالجه وازاي بتحتوي الموقف. بعض الدول الكبرى ابتدت تهاجم منظمة الصحة العالمية. تمام. راجع لإيه يعني الدول مثلا الكبرى إيطاليا أمريكا ابتدت تهاجم منظمة الصحة العالمية ده ليه؟ إيه السبب إن ابتدت الدول دي تهاجم منظمة الصحة العالمية؟ في سبيل إن منظمة الصحة العالمية هي اللي بتبقى منوطة بهذا الشيء، وهي المفترض إن الدول بتنصاع لكل الأوامر اللي بتقولها والتعليمات اللي بتقولها منظمة الصحة العالمية. ده سؤال مهم جدا يعني حضرتك استاذ عمر. منظمة الصحة العالمية أو الـ WHO هي المنوطة بكل شيء بالنسبة يخص هذا الفيروس وهذا الفيروس. طيب ده ليه شقين، يعني خلينا نقول استاذان ان ده ليه شقين. الفيروس ده هو حدث مفاجئ، تمام. الحدث المفاجئ ده خلينا نقول ان كل الدول ما كانتش مستعده لهذا الحدث، وبعض الدول خلينا نقول بعض الدول كانت رؤسائها وحكوماتها بتطلع تصريحات باستهانه بالفيروس ده. يعني دوله زي دوله ايطاليا في بدايه الامر كان بيطلع مسؤولين في الدوله بيطلعوا بتصاريح بيهونوا من الموضوع رقم واحد، فبدأ يحصل خلل في المنظومة الصحية في الدول دي، تمام. بالإضافة لحاجة تانية مهمة جدا، إن منظمة الصحة العالمية في الأول كانت بتدي بعض التوصيات وبعض زي ما احنا كنا بنتكلم بعض التوصيات وإن بعض الأدوية وبعض البروتوكولات اللي احنا نمشي عليها. البروتوكولات دي احنا زي ما بنتكلم في الأول هي تحت التجربة، إما إن هي تثبت نجاحها أو لا تثبت نجاحها. احنا في هذه اللحظة احنا بنحاول نستخدم أي سلاح علشان نقاوم بيها هذه الجائحة. طيب الدول دي ايه اللي حصل؟ حصل انهيار في المنظومة الصحية وحصل تدهور في الحالات وازدياد في الحالات والوفيات بدأت تزيد، فبدأت يرجعوا يتكلموا او زي ما بنتكلم كده الشماعة على منظمة الصحة العالمية في ان منظمة الصحة العالمية من بداية الامر هم بيقولوا كده ان ما خدتش الامر الجد. ما خدتش الامر بالامر الجدي ما خدتش الامر بتحذير حاد وشديد اللهجه لكل الدول ووصلت اهميه او الجائحه دي قد ايه هي ممكن تبقى مشكله كبيره جدا. فهم شايفين ان كان دور منظمه الصحه العالميه في هذا الوقت ان هي لا تصدر بيانات اقوى وتحذيرات اقوى تبين من اهميه الفيروس دون وقد ايه ان هو ممكن يؤدي الى مشكله صحيه كبيره في العالم كله. تاني حاجة ممكن حتى اتكلموا عليها الامريكان كتيرة جدا ان بيتهموا برضو منظمة الصحة العالمية ان هي اخفت بعض البيانات، خاصة في الصين اول ما بدأ الفيروس ان هي بدأت تخفي بيانات. طبعا الكلام ده كله مدى صحته او من عدمه هل هو كلام شائع؟ هو كلام شائع متداول. ممكن تكون بعض يعني زي ما نقول ايه كده الدول كده في الاخر بتدور على ما قدروش. في دول كتيره جدا ودول كبيره جدا وبتهاجم من قبل شعبها فبتبتدي ترمي فبتحاول تلاقي ترمي اللوم على بعض منظمه الصحه العالميه مثلا. طيب حضرتك عايزه اروح لنقطه مهمه جدا واللي يخصني هنا، مصر. تمام. والشعب المصري احنا 100 مليون تمام، ولكن شايف ان احنا الاعداد في مصر كانت بادئه اعداد طفيفه، الاونه الاخيره ابتدت الاعداد تزيد بصوره ملفته للنظر. تمام. هل لسه احنا كمصريين ما عندناش الوعي بخطوره هذا الموقف، ولا احنا واخدين الموقف باستهانه، ولا احنا مش واخدين على النظام، ولا ايه المشكله؟ ايه اللي خلى الاعداد دي كلها تزيد في فترة زمنية قليلة جدا؟ طيب هو مبدئيا كل الحاجات اللي حضرتك قلت عليها دي عوامل مشتركة في الموقف اللي احنا فيه. بس خلينا اسأل حضرتك سؤال دلوقتي. انا النهاردة لو خرجت الشارع المصري، لو خرجت اي مكان، كان في المية من المواطنين واخدين الاحترازات او الحاجات اللي المفروض يعملوها زي لبس الكمامة، الكحول، السوشيال ديستانس او التباعد الاجتماعي، ان لو نزلت مكان فيه زحمه اللاين او الطابور ده يبقى في مسافه ما بينك وبين لا الدمك. مش ملتزمين احنا. كام في المية؟ لا مش ملتزمين، ما يجيش نسبه قليله جدا. طيب نرجع بقى تاني، نرجع لسايكولوجيه الشعب المصري او احنا كمصريين بنفكر ازاي، او الهابتس او العادات بتاعتنا احنا كمصريين. كنا اتكلمنا في الاول على ناس شايفه المشكله بس مش عارفه لسه حتى هذه اللحظه مش متخيله ان في فيروس. طيب في نوعين تانيين بقى. في واحد، وده نوع احنا كلنا كمصريين كلنا كل واحد فينا ليه دور فيه. الشخص اللي هو لسه عنده عدم المعرفه. يعني عنده عدم المعرفه
بالحدث اللي موجود او الانسان البسيط او الانسان البسيط اللي هو لسه عنده ما عندوش المعلومه الكامله عنده عدم معرفه بالموقف نفسه وبالتالي هو عدم معرفته بالموقف او تقييمه للامور من وجهه نظره على حسب كميه المعلومات او فهمه للموقف فهو شايف ان بسيطة الموضوع جدا. بسيط جدا وان الدنيا عادي وان ده فيروس زي الانفلونزا والناس هتخاف منه واجبنا احنا كلنا بقى ان احنا الناس دي ان احنا نوعيهم يمكن ده دور مهم جدا زي ما حضرتك بتتكلم احنا كمان كدورنا كصيادله مهم جدا في الصيدليات حتى في الصيدليات العاديه حتى مش الصيدليات الحكوميه ان احنا نبتدي نشتغل كدور توعوي للمواطن ان هو يفهم المخاطر اللي ممكن تؤدي بحياته نتيجه ان هو لا قدر الله لو اتصاب بهذا الفيروس ما عايز اقول لحضرتك على حاجه هذا الفيروس حتى هذا اليوم كان بنتكلم في الاول في بدايه الفيروس ان هو فيروس قاتل للاعمار السنيه الكبيره او اصحاب ده بنشوف دلوقتي اعمار صغيره في بدايه الامر صغيره فكان الناس كلها يعني شايفين في بعض الناس ما عندهاش اكتراث بقى ولا اهميه النهارده احنا بنشوف شباب صغير ما عندوش اي امراض مزمنه وبيصاب بهذا الفيروس وبيتوفى الله فاحنا لسه قدام فيروس جديد يعني لسه الابحاث شغاله عليه انت لسه مش قادر تحدد فواجب علينا احنا ان احنا ناخد بالنا من نفسينا طيب تاني حاجه عندنا بعض العادات اللي احنا متمسكين بيها وما زلنا متمسكين بيها طبعا حضرتك عارف ان احنا كشعب مصري كشعب عاطفي الحياه الاجتماعيه بتاعتنا او المنظومه الاجتماعيه والحاله الاجتماعيه بتاعتنا احنا كمصريين مختلفه شويه عن شعوب تانية احنا اجتماعيا قريبين جدا من بعض الشعب المصري علاقته باصحابه بجيرانه باهله فما فيش زي ما قلنا اول حاجه الصين عملتها هي عملت السوشيال ديستانس او التباعد الاجتماعي الناس كلها قعدت محجوره في حجر منزلي بعيد عن بعض الصين اللي مليار وشويه نجحوا ان هم نفذوا ده على فكره هم نفذوا ده بقوه قانون قويه جدا ونزلوا قوانين قويه جدا ادت ان الناس يبقى في تباعد اجتماعي مفيش اختلاط انا عايز اقول لحضرتك ان ده حصل في وقت كمان كان عندهم عيد من الاعياد بتاعت الصين انا عايز اقول لحضرتك ان كل ده وقف حصل تباعد اجتماعي الناس بقت عندها حجر عاملين حجر صحي هو في الاول وفي الاخر خلينا نقول انت لازم تخاف على نفسك كمواطن يعني وتخاف على اهلك وتخاف على قرايبك وتخاف على والدك ووالدتك لا قدر الله هذا المرض او هذا الفيروس فيروس يعني عايزين نقول ذكي جدا وكلمه ذكي جدا فهو فيروس ذكي جدا هو كائن حي الفيروس هو كائن حي هو بيستخدم الانسان او خلايا الانسان علشان يفضل عايش فهو ذكي جدا فهو قادر ان هو يدخل للانسان وان هو بيخش داخل الخليه بتاعه الانسان عشان يفضل حي لا قدر الله هذا الفيروس لو ما تعالجش كويس جدا او لو المناعه ما قدرتش ان هي تسيطر عليه فهو فيروس قاتل بيخش للرئه ويؤدي الى التهاب رئوي وبالتالي لا قدر الله يؤدي الى الوفاه فهو فيروس قاتل جدا طيب في حاجه مهمه ودي اهم حاجه في علاج هذا الفيروس وهو بيعتمد على شيء واحد فقط خلينا نقول ان كل الحاجات اللي احنا بنجرب فيها دي وكل الادويه والحاجات دي كلها هي ما زالت تحت البحث بس الحقيقه الثابته الوحيده هو ان جهاز المناعه للانسان هو الوحيد في هذه اللحظه اللي بيقدر يهاجم قادر على قتل هذا الفيروس ومهاجمته طيب. فحضرتك محتاجين ان جهاز المناعه بتاع حضرتك يكون قوي مش بس كده كمان احنا بنشوف ناس عندهم مثلا 30 40 سنه احنا ممكن جهاز المناعه بتاعه ما يكونش عنده 30 40 سنه حضرتك ازاي لا ممكن يكون جهاز المناعه بتاعه هو جهاز مناعه لشخص عنده 50 60 سنه ليه لان هذا الشخص في خلال ال 30 40 سنه ما هواش جهاز المناعه بتاعه اللايف ستايل بتاعته او طريقه حياته كانت غلط فبالتالي جهاز المناعه بتاعه ضعيف كانه شخص عنده 40 50 60 سنه وعلى العكس ممكن تلاقي شخص 60 70 سنة ومحافظ على صحته ليه لايف ستايل في حياته صح تمام معتمد على جهازه المناعي كويس النوم بينام كويس جدا فتره كويسه رياضه ساعات بيلعب رياضه بياكل اكل صحي على قد ما يقدر طيب احنا لسه قدامنا الفرصه حتى لو ما كنتش كده لا قدامك الفرصه ان انت حتى لو ما كنتش اللايف ستايل او طريقه حياتك كانت طريقه حياه صحيه فانت ما زال قدامك الفرصه ان انت تقدر تعمل ده دلوقتي انك تقدر تنام بالثمن 9 ساعات في الفتره اللي هي بتاعت بالليل نمنع السهر على قد ما نقدر نبتدي ناكل الخضروات والفاكهه طبعا عارف ان الكلام ده كله
ناس كلها عارفاه واتقال كتير جدا، بس لازم نقوله تاني ونوعي. لازم الناس تبقى مهتمة بالحاجات دي. يعني ما تاكلش الاكل الصحي، مش الاكل الغني اللي هو الكباب واللحمة والكفتة لا، كل اكل صحي، خضروات، جرجير، خس، فلفل الوان، طبق سلطة خضراء يكفيك. يعني كل الحاجات دي حاجات فيها حديد، حاجات فيها زنك، كل فاكهة، كل عام يعني البرتقان والليمون، حاجات بسيطة. ممكن الحاجات دي كلها بتساعد على انها رفع جهاز المناعة. وزي ما حضرتك قلت فعلا يا استاذ هاني، هي الحاجات دي، هو بقدونس، الحاجات البسيطة. انت دلوقتي في الفترة دي الحقيقة او الثابت الوحيد او الحقيقة الثابتة الوحيدة ان انت محتاج جهاز مناعة قوي، علشان لا قدر الله اذا اصبت بالفيروس دون فانت يبقى عندك العلاج الذاتي ليه. هو هي دي الحقيقة. يعني معظم الناس اللي ربنا شفاهم هم بيعتمدوا على ايه؟ على مناعتهم، على جهاز المناعة. وبالتالي بدأت الأبحاث دلوقتي تروح للناحية التانية اللي هو إيه؟ أنا بطلع حاجة اسمها الأنتي بوديز أو الأجسام المضادة اللي طلعتها الخلايا أو خلايا جهاز المناعة للجسم علشان تقضي على هذا الفيروس داخل الجسم، وبالتالي طلعت أجسام مضادة، فبقى الإنسان اللي ربنا عافاه وتعافى من هذا المرض بقى عنده الأجسام المضادة. وبالتالي إيه اللي بيحصل؟ بياخدوا الأجسام دي؟ بياخد الأجسام المضادة دلوقتي، بناخد الأجسام المضادة من الشخص المتعافي تمام؟ ويبتدي عن طريق البلازما وبتدي يحقن بها الشخص اللي هو المصاب بالفيروس، علشان خاطر ثبتت بعض النتائج ثبتت بعض النتائج ايجابيتها، لان هي الاجسام المضاده دي هو خلاص بالطبع الجسم تعرف على نوع الفيروس وكون الفيروس دوت اجسام مضاده، وبالتالي ايه اللي حصل لما بتحقن في جسم تاني؟ فالجسم بيشوف الاجسام المضاده دي بالنسبه للفيروس، لان الاجسام المضاده دي اتعرفت على شكل الفيروس. اي فيروس في الدنيا ليه تركيب جيني تمام. اول ما بيدخل الجسم ايه اللي بيحصل؟ اول ما بيدخل الجسم احنا عندنا خلايا جهاز المناعه، عندنا التي سيل والبي سيل وحاجات في خلايا من الخلايا دي بتبتدي تقرا نوع الفيروس، هل هو ده الفيروس ده حاجه من الجسم ولا لا من الجسم؟ لا، حاجه من بره الجسم. فيبتدي يحصل ايه؟ فيبتدي خلايا جهاز المناعه تبتدي تهاجم هذا الفيروس، وبالتالي يحصل الخناقه اللي هم بيسموها ايه بقى؟ الالتهاب او الانفلاميشن. الالتهاب ده بيظهر في صوره ايه؟ حرارة، التهاب، ارتفاع في درجة الحرارة. في اللحظات دي تبقى الخناقة جوه شغالة، الخناقة جوه شغالة بين الفيروس وبين الفيروس الجهاز المناعة، جهاز المناعة أو الخلايا دي. بمجرد ما الفيروس يعدي والخلايا تعرف تتعرف على التركيب الجيني ليه، بيعملوه زي سكان كده اللي هو على الكمبيوتر، يبتدي في خلية تانية تمام تبتدي تتعرف على الجين ده وتبتدي تكون الأجسام المضادة للجين ده. وبالتالي في خلايا تانية مسؤولة ان هي تنتج الاجسام المضادة، وبعد ما الخلايا دي تبتدي تنتج الاجسام المضادة يبتدي ان هم يقضي على الفيروس ده. اللي بيحصل ده كله ميكانيزم جوه الجسم بيعتمد فقط على المناعة. احنا بناخد حاجات عشان تقوي المناعة، بنحتاج في الفترة دي ان احنا ناخد حاجات تقوي المناعة، زي ما حضرتك قلت وتفضلت ان احنا بناكل خضروات، الخاص، الفواكه. يعني نعتبر حضرتك يا دكتور، نعتبر ان كل الحاجات اللي هناكلها هي الادويه بتاعتنا، هي الادويه. يعني انت عشان عايز الانسان المصاب، يعني انا هبص للساده المشاهدين واقول لك دلوقتي انت جهاز المناعه بتاعك هو العلاج بتاعك. لو انت بتاكل كويس خضروات، الحاجات اللي بترفع جهاز المناعه، ده الدواء بتاعك عشان يقدر جهاز المناعه بتاعك يحارب هذا الفيروس. كل ما جهاز المناعة بتاعك بقى قوي، كل ما بقى الفيروس ضعيف أمامك، صح يا دكتور؟ ده حقيقي، ده حقيقي. طيب. وهي دي الحقيقة يعني وهي دي الحقيقة الثابتة، يعني حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها مع حضرتك ما ثبتش عقار لم الرمعي. يثبت لقاح أو مصل أو دواء إن أنت تقدر تاخده هو ده اللي هيقضي على الفيروس. طيب. او الكوفيد 19 يعني. العسل الابيض من بيقوي جهاز المناعه فعلا طبعا، يعني احنا بنقول العسل فيه شفاء للناس، فيعني العسل من ضمن الحاجات القويه جدا اللي هي بتساعد على تحفيز جهاز المناعه وتقويه جهاز المناعه. الخضروات، الفواكه، الفاست فود، الرياضه، الحاجات اللي فيها زنك مثلا كالاسماك او الحاجات دي بتقوي جهاز المناعه برضه. كل ما هو اكل صحي وكل ما هي فيتامينز او فيتامينات محتاجها الجسم، الجسم محتاج لمجموعه من الفيتامينز. تمام. كل ما اديته الفيتامينز دي او الفيتامينات دي، كل ما كان الجسم بيستفيد، وكل ما كان الجسم يستفيد فانت بتقوي صحتك وبتقوي جهاز المناعه بتاعتك. طيب نبعد الفتره دي، يعني نصيحه ان احنا نبعد الفتره دي على الحاجات اللي احنا كنا متعودين عليها،
اللي هو اكل السكريات اكتر من اي حاجه تانية، فبالتالي الواحد ما بياكلش كويس. نبعد عن الفاست فود، واعتقد ان دلوقتي معظم المطاعم الموضوع بقى تمام. حتى ايفن يعني حتى انت حتى كل عشان مشويات يعني، عايز تاكل المشويات مشوي، كل فراخ مشويه كل فراخ اعملها في مشويه البيت الحاجات دي كلها وكلها. تقدر تعملها في البيت. نبعد عن الفاست فود، نبعد عن المشروبات الغازيه، نبعد عن الحاجات كلها، الاكلات او المشروبات اللي هي الجسم ما بيستفيدش منها بصوره قويه. انت لسه قدامك فرصه انك تعمل ده في الفتره دي. السؤال بقى المهم ان احنا محتاجين ده بعد كده حتى ان شاء الله بعد انتهاء الجائحه، ان ده يبقى اللايف ستايل بتاعنا. ايوه هي دي النقطه المهمه. ده يعني يمكن خلينا ناخد برضو الاجزاء الايجابيه من الكوفيد 19 والفتره اللي احنا عايشين فيها دي. زي ما اكيد في حاجات سلبيه من المرض ومؤثر على الاقتصاد وحجر والناس في، بس خلينا ناخد حاجات تانية ايجابيه. خلينا دايما كده لازم نفكر ان احنا نطلع بحاجه ايجابيه. ضمن واحده من ضمن الحاجات الايجابيه ان احنا دلوقتي بدانا نرجع للثوابت. يعني في حاجات كتيره جدا في حياتنا ما كناش متخيلين ان احنا نقدر نعيش من غيرها. والان دلوقتي حضرتك احنا بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي عايشين من غير حاجات كتيره جدا كنا متخيلين، يعني كان في ناس كتير مش متخيله ان هي تقدر تعيش من غير ما ياكل اكل بره مثلا، او لازم يخرج في الحته او لا يقعد خلاص او او يقضي مثلا وقت اكبر مع اصحابه في كافيهات. لا انت في حاجات كتيره جدا بقيت تتخلى عنها، فانت تقدر تتخلى برضو عن العادات السيئه اللي هي تقدر ان هي اللي كانت ليها اثار سلبيه على صحتك. تمام. طيب هروح معاك لنقطة هي بتهم المجتمع المصري كله، وهو لما بيروح الصيدلية بيتعامل عشان يشتري الكمامة. تمام. بيفاجأ ان بعض الصيدليات، وده واقع وبنشوف، ان هو بيبتدي يبيع كمامة بسعر غالي جدا. تمام. غير اللي هو مصرح بيه تمن معين مثلا الدولة قايلة بيه للصيدلات تبيع بالتمن ده، بنلاقي بعض الصيدليات ان هي بتتاجر بقى. طيب. بيبتدي يقول لك لا الكمامه دي بمبلغ قد كذا، والكحول دوت اللي هو بمبلغ كذا بقى بمبلغ قد كذا. ليه بعض الصيدليات ابتدت تاخد من الجائحه ديت، بقت بالنسبه لهم سبوبه زي ما بنقول يعني، مع انه هو الصيدلي زيه زي اي طبيب حلف يمين ان هو يكون في خدمه المواطن. تمام. ليه وصلنا لدوت في حين ان احنا لازم نكون متكاتفين كصيدليات واطباء وي وي وي، نكون متكاتفين كلنا في ان احنا نخدم الشعب المصري؟ هتجاوبني بس هناخد الاتصال ده. استاذ جمعه اتفضل. ايوه يا دكتور. اتفضل يا فندم. حضرتك دلوقتي انا يعني نفسي بيتضايق كده، يعني ما بعرفش اخد نفسي من فترات كتيره قوي، اعمل ايه؟ سن حضرتك قد ايه طيب؟ 64. 64. في عند حضرتك امراض مزمنه، سكر، ضغط؟ شامل الضغط. طيب ما بتقدرش تاخد نفسك يعني؟ ده يعني هو وقت كده ما بقدرش اخد نفسي. طب هيجاوبك الدكتور. حاضر، اتفضل يا دكتور. هو لسه معانا. معانا. طيب هو حضرتك برضه المدام نفس النظام بتاعي، حاسس بنفس الشعور ده. طيب هو حضرتك ما بتقدرش تاخد نفسك بقالها فتره، يعني كان عند حضرتك مثلا حساسيه على صدرك او حاجه وده بيحصل على طول؟ حساسيه على صدري ومعايا كحه دلوقتي، بتيجي كحه كده كتير ساعات وبتروح. طيب الاعراض دي يعني انت حاسس دلوقتي ان الضيق في التنفس ده بقاله فتره مع حضرتك ولا لا لسه حاجه جديده؟ هي حاجه جديده الفتره دي. الفتره دي. طيب عند حضرتك كحه؟ كحه بتجيلي كحه كده وساعات يبقى في بلغم ساعات. بلغم. طيب. طيب درجه حرارتك اخبارها ايه طيب؟ الحمد لله مفيش حراره. طيب بص هو احنا طيب حاضر. طيب هيجاوبك الدكتور. طيب بص هو طبعا دلوقتي انا عايز اقول لحضرتك استاذ هاني ان اي حد في خلال الفتره دي بيحصل له اعراض، طبعا احنا عارفين ان الاعراض كل واحد هيجي له اي كحه هيبتدي يقول لك انا شاكك ان انا اعراض الانفلونزا والاعراض الكوفيد 19 او الكورونا فيروس الاثنين فيهم تشابه. دي فيها درجه حراره يعني بتكون مستديمه، ودي درجه الحراره بتروح وتيجي في الانفلونزا العاديه. هنا الكحه ناشفه، في الكحه من غير بلغم في الكوفيد 19، الكحه ببلغم في الانفلونزا فيروس العاديه. بعض المرضى اللي هم بيعانوا من حساسيه على الصدر ممكن يحصل لهم ضيق تنفس نتيجه نزلات البرد العاديه، ولا قدر الله كوفيد 19 او كورونا فيروس البيشنت ده او المريض ده بيبتدي بيخش بعد كده في حاله ثانيه ان هو بيبتدي يحس بضيق تنفس. تقييم الحالات هنا بترجع لحاجتين. هل يعني هل حضرتك عندك اوريدي امراض مزمنه زي حساسيه على الصدر او 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 او، فدي حاجه بتجيلك كل فتره.
لو لقيت عرض واثنين وثلاثة من الكوفيد 19، حرارة مع كحة ناشفة مع ضيق في التنفس، والحاجات دي بدأت تحصل في فترة قليلة وانت مش متعود ان هم يحصل لك، لا في الفترة دي احنا بنناشد الناس، واحد ان هو يتوجه لأقرب مستشفى، لان احنا زي ما عارفين ان دلوقتي في اكتر من 320 مستشفى على مستوى الجمهورية، بيروح للمستشفى قبل موضوع المسحة بيتعمل له حاجة اسمها السي بي سي، صورة دم كاملة، وبيتعمل أشعة على صدره، لا قدر الله لو شاكين ان فيها حاجة بيبتدي بعد كده يبتدي ياخد مسحة. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ البروتوكول وزارة الصحة، لو المريض مايلد تو مودريت او الحالة ما هياش حالة حادة قوي، المريض دوم بيحصل له عزل منزلي في البيت، وبياخد معاه الشنطة اللي هي بتاعت الأدوية، وبيعمل عزل منزلي في البيت او عزل منزلي في البيت، لا قدر الله لو المريض في حاله متاخره بيبتدي ان هو يتحجز في المستشفى. تمام. القصه المهمه جدا عزل المنزلي، عزل المنزلي ده لان في ناس كتيره جدا لازم تبقى فاهمه يعني ايه عزل منزلي. عزل منزلي يعني انا مش قاعد في البيت وبس. عزل منزلي يعني انا بختار اوضه، الاوضه دي لا قدر الله لو انا عندي اشتباه في كورونا او ثبتت ايجابيتي والحاله عندي ما هياش عاليه، فانا ببتدي اعمل عزل منزلي في البيت. عزل منزلي يعني انا بختار اوضه بتبقى هي الاوضه دي اللي انا موجود فيها، الاوضه دي على قد ما اقدر بحاول يبقى موجود فيها اكياس بلاستيك اللي هي الكاس الكبيره بتاعت القمامه تبقى موجوده معايا، لان هي كل متعلقاتي سواء كانت غسيل هتحطها في الكيس بحطها فيها واطلعها. طيب لو الاوضه دي يكون فيها حمام خاص، ده طبعا بيفضل، لو ما فيهاش حمام خاص فانت عشان تروح الحمام لازم تبقى لابس الكمامه بتاعتك وتتحرك من غير ما تلمس اي حاجه وتخش على الحمام. بعد كده اللي موجودين معاك في المنزل بيبتدي ان هم يطهروا ده الحمام بعديه. طيب الاكل بتاعك يفضل لو طبق معين وشوكه اطباق معينه ما بتختلطش مع الاطباق الثانيه، وتتقدم وبتتساب وانت على الباب، وانت بتبتدي ان انت تاخد الوجبات بتاعتك على قد ما تقدر ان انت ما تختلطش بحد، على قد ما تقدر ما تختلطش بادوات اي حد. ده العزل المنزلي الصح اللي هو المفروض ان احنا الموت. انما الحالات زي ما حضرتك عارف بقى دلوقتي اي حد هيجي له حراره، ارتفاع في الحراره، عرض او اتنين، بيبقى عنده اشتباه في الاشتباه. طيب انا عايز برضو نقطه، اخر نقطه بس مهمه جدا، ان جهاز المناعه اهم حاجه في نفسيتك كبني ادم. فانت لو بدات العامل النفسي مهم جدا. فانت لو جالك لا قدر الله اعراض مشابهه وهي مش كوفيد 19 وبدات تقلق وتخش في ستريس، فالموضوع ده هياثر عليك نفسيا، فده هياثر على جهاز المناعه اكتر. تمام. دكتور، نصيحة في نص دقيقة للسادة المشاهدين، نقول لهم إزاي يستعملوا الكمامة ويحافظوا على نفسهم إزاي؟ طيب سريعا كده بالنسبة لقصة الكمامات، هو الكمامة مبدئيا أنت بنصح أن الناس تشتري الكمامات الطبية، يعني يمكن أكتر أنا بعض الناس شككوا فيها وقالك بتلم بعض الأتربة يعني. لا أو أنا بتكلم على مش القماش، أنا بتكلم على الكمامات الطبية اللي هي من الصيدليات اللي هي السيرج دي اللي هي ثلاث طبقات. تمام. اول حاجه حضرتك وانت بتلبس الكمامه، الكمامه بتتلبس من الدراعين بتوعها اوكي، وتلبس الكمامه. تمام. ما بتحطش ايدك، يمكن معاك ممكن نوري اتفضل. بحس يبقى الناس برضو طيب. بتتابع ازاي ده شكل الكمامه. اوكي. الكمامه بيبقى فيها حته خلفيه وحته اماميه. تمام. من الناحيه الخلفيه كده اهو حضرتك بيتمسك الكمامه بالطريقه دي وتتلبس كده اهو. اول مره بتنزلها كده اهو. تمام. ايديك طول ما انت موجود بره ما بتحاولش تحط ايدك على الكمامه من بره. ليه؟ لان الكمامه زي ما حضرتك شايف الرذاذ بيطلع فيها، وكل الفيروس او كل لو هي انفكتد بتبقى موجوده في الحته اللي قدام دي، وما بحطش. طيب الكمامه دي وانا بقلعها كده بالطريقه دي كده وما بجيش جنبها. بتخلص منها ازاي؟ بتخلص منها، هو يستحسن ان انا اتخلص منها في باسكت او مكان مقفول، ولو انا عندي مقص او حاجه بقطع الكمامه علشان ما حدش يستخدمها بعدي وبتتحط في باسكت. طيب الكمامه دي بتستخدم لمره واحده بس. يعني انا ما ينفعش الكمامه دي اغسلها او ان انا استعملها تانية. مره ثانيه هي بتستخدم لمره واحده بس. طبعا ما ينفعش ان احنا نبدل كمامات يعني ما بين واحد والتاني قطعيا. لو الكمامه دي اتبلت واستخدمها لفتره طويله برضو بترميها وتبتدي ان انت تستخدم واحده جديده. الكحول، بالنسبه للكحول استعمله. بص يا فندم، الكحول مهم جدا، ان انا عندي حاجتين. استخدامي للكحول برضو انا مش عايز الاستخدام يبقى مفرط قوي للكحول، علشان ممكن يغني الميه والصابون عنه. تمام. لو انا موجود في البيت او انا داخل خلاص البيت، انا بدخل البيت وبغسل ايدي. غسيل الايد لازم يبقى لمده 20 ثانيه او اكتر. طيب انا وانا بغسل ايدي بعمل ايه؟ انا بغسل ايدي كده اهو. تمام.
واكيد كلنا شفنا فيديوهات كتيره جدا عن غسيل الايد، وبغسل ايدي كده بخللها يعني تخليل الاصابع بخللها. وفي وبغسل ايدي من الحته دي نقطه مهمه جدا تمام، وبغسل ايدي تاني يعني من 20 ل 30 ثانيه بالميه والصابون انا ببتدي اعمل ايه، ببتدي اغسل ايدي. طيب لو انا بره البيت، طيب لو انا بره البيت واستخدمت حاجه مسكت حاجه، انا دايما بكون معايا الكحول بتاعي وبرش الكحول على ايدي بنفس الطريقه بحيث ان ايدي كلها. طب ارش على ايدي ولا ارش على السطح اللي هو موجود؟ بص يا فندم، ما هو يعني انا دلوقتي لو انا موجود مع حضرتك وهحط ايدي على السطح دوت برش عليك كحول، برش عليك كحول، بطهره بمنديل وكحول خلاص، انا حطيت ايدي فانا ضامن. او لو انا خارج مثلا، حد راكب مواصلات بيتحرك على مكتبه وسلم على حد، وده طبعا احنا ممنوع ان احنا ما نسلمش على حد ومن بعيد، بس لو ده حصل او انت مسكت حاجه، راكب مواصلات، راكب المترو، انت يستحسن طول ما انت بره البيت ما تحطش ايديك على وشك طبعا علشان خاطر ايديك ما تجيش على عينيك ولا على انفك ولا على بقك ولا على ودانك، دايما بعيد. لو خلاص هتعمل ده او قررت انت تعمل ده بالكحول، وبتمسح ايدك برضو بنفس الطريقه ل 20 30 ثانيه كانك بتغسل ايدك، وبتحط ايدك بتحط كميه كويسه من الكحول، وبتبتدي ان انت تمسح ايدك كده علشان خاطر ما يبقاش طيب في اي النظافه مفكشن. في البيوت ازاي اكون في البيت، يعني عايز الست البيت ازاي تطهر بيتها على طول، تعمل ايه بالكلور والميه، ولا تبتدي تمسح الارض بتاعتها ازاي؟ او بص يا فندم، هو الفتره الاخيره للاسف كان في بنحط، كان في بعض السيدات كانوا بيحطوا كلور على فنيك على حاجات حاجات دي بتطلع غازات ومواد سامه، فيعني نبقى حريصين شويه واحنا بنستخدم. نقول لهم ايه الصح يعملوا ايه؟ طيب الصح زي اي يعني زي اي وقت بنغسل فيه، احنا بنعمل كلور وميه، بالكلور وميه، وقبل كده كنا بنحط الصابون والميه نفس الفكره ونفس كل حاجه. شويه كلور بنخففهم بالميه وبنمسح بيهم الشقه، ده هيبقى كافي جدا من غير ما نحط حاجات كتير قوي على بعض. اهم حاجه النظافه الشخصيه دي مهمه جدا، نظافه البيت مهمه جدا، الحاجات الاولويات او احنا بندي ارشادات للساده المشاهدين، عشان في ناس بتيجي اللي جاي من بره بيقلع حذائه على باب الشقه، ما يدخلش بيه، ما يدوسش بيه على السجاده، تبقى برضو فيها بعض الميكروبات. في حاجه من ضمن الحاجات المهمه لان الفيروس بينتقل من هو على الارض، وممكن ينتقل عن طريق الشوز او الجزمه اللي هو بيتحرك بيها، فلا يستحسن طبعا في خلال الفتره دي ان انت بتقلع بره الحذاء بتاعك بره، وبتدخل بره البيت بتاعك. اول ما تدخل على الحمام، اول حاجه تعملها قبل ما تعمل اي حاجه انك بتخش على الحمام، تغسل ايدك كويس، تغسل ايدك كويس، تغسل وشك كويس جدا بالميه والصابون علشان تطهر ايدك وتطهر وشك، وتبتدي انت بعد كده تتعامل. ولو معاك حاجه برضو حاول ان انت تطهرها قبل ما تستخدمها. انا بس اخر حاجه يعني انا حابب ان انا انعي شهداء الواجب زمايلنا من الاطباء والصيادله والممرضين، ربنا يرحمهم، والعاملين طبعا كلهم في القطاع الطبي، ربنا يرحمهم ويتغمدهم ويصبر اهلهم ويحتسبهم ان شاء الله عند الله من الشهداء باذن الله. اللهم امين، اللهم امين. انا بشكر حضرتك دكتور محمد سعيد، والمعلومات اللي انت اديتها لنا النهارده مفيده جدا، اكيد الناس اللي شافتنا النهارده تستفيد بيها، واكيد لما الحلقه تنزل يشيروها عشان الكل يستفيد، وربنا يكرمنا ان شاء الله وتنتهي هذه الجائحه من العالم كله ومن العالم الاسلامي ومصر ان شاء الله، وربنا يحمي مصر وشعبها باذن الله ان شاء الله. شكرا ليك يا دكتور، شكر جدا لحضرتك زي حركه التليفون. اعزائي المشاهدين، في نهايه اللقاء ان شاء الله يا رب تكون الفقرات بتاعه النهارده عجبتكم، ادينا بعض الارشادات المهمه في الفقره الثانيه مع دكتور محمد سعيد، ازاي تستعمل الكمامه وازاي تستعمل الكحول. يا ريت كل الناس يا جماعه ما تستهترش، الموضوع مش سهل، الموضوع هيبقى سهل لو انت التزمت بالارشادات اللي بتقولها وزاره الصحه. اتفرج على التلفزيون والتزم بالارشادات، وخليك في البيت اليومين دول لغايه ما الازمه تعدي ان شاء الله، وربنا يسترها علينا وعليكم ان شاء الله، ويشفي جميع المرضى يا رب العالمين، وينجينا من هذه الجائحه. شكرا ليكم اعزائي المشاهدين، ويا رب تكون الحلقات بتاعتنا عجبتكم الفقرات، على امل ووعد ان نتجدد معكم اللقاء. كان معكم هاني الفرماوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.